اهلا وسهلا بارش بك. اهلا فيكي سهيلة، شو اخبارك؟ منيحه وانت؟ تمام. يلا بشوفك. بشوفك. سلام. شو كنتي رح تعطي؟ ولا شيء. ولو شفتك بعيوني ما صار شيء لتشوفي. عن جد غريبه. ما رح نصير رفقات لانه عملتي معي جميله. تمام. ومين قالك اني ناطره هيك شيء اصلا؟ لما يجي الوقت انا كمان رح اعمل معك معروف ومنكون خالصين وخلصت. لا شكرا، ما في لزوم. لما بعمل خير ما بستنى رده. اول ما سمعت على التليفون نطيت من مكاني. رح مثل بفيلم. لك روقي شوي يا بنت، هذا لساته العرض بس. لميس رح تحكي لنا التفاصيل. تمام. سكتت عم اسمع. خلونا نبلش بالأفضليات. أول شي السعر اللي عطونا يا روعة، وأوردراته كتير مريحة. ما رح يتعارض مع أوردرات مسلسلكن، ورح ينعرض بآدار بنص موسم السينما. خلاص دقيلن وقليلن إنه موافقين. لا تكوني متحمسة كل هالقد بيسان، لأنه لسه ما حكيت عن سلبيات العمل. لا تواخذيني، تفضلي كملي. مو هذا كان قصدي. المنتج متأثر كتير بالانجذاب الموجود بيناتكم بالمسلسل. انتو أكتر ثنائي عندكم متابعين ومعجبين على السوشيال ميديا. عرفوا قيمة هالشي وبردوا لي أعصابكم وخففوا لي حماس. ايه فهمت. طيب شو سلبيات العمل؟ سيناريو زفت، مليان كليشيهات، حكاية حب تقليدية من أيام ستي. صراحة أنا ما كان بدي يكون هذا أول عمل بتعملوه بعد النجاح اللي حققه المسلسل تبعكم بين الناس. بس أنا المفروض علي إني خبركن وهي خبرتكن. إذا قلتي العمل مانو منيح معناتها مانو منيح. لحظة، مو عيب نرفض قبل ما نقرأ السيناريو؟ يعني كمان نحنا قلنا رأينا وبجوز يعجبنا السيناريو. طبعاً القرار النهائي إلك أنتي وإلك، وما في لزوم لنستعجل بنوب، بيستنونا. بيسان، ما رح تمرق لعند أبوكي؟ ببقى بشوفه بالبيت. يلا باي. رح تقري أبوها السيناريو وتاخد رأيه. بيسان؟ لو بعرف إنه رح توصل علاقتنا مع سراج لهي النقطة ما كنت بقبل بوكالة أعمالها بحياتي، ولأنه متزعلين نحن وأبوها ما فيني أتركها كمان. شو كان بدي بهالفوتة؟